الهلاليين اليوم او بعض الاعلام الهلال يقول لك الهلال مرهق. من بدا الموسم الى اليوم الهلال لعب 26 مباراة. من بداية الموسم الى اليوم الاتحاد لعب 23 مباراة. الفرق بينهم كم؟ ثلاث مباريات. ثلاث مباريات. يعني ما وين الضغط؟ لا لا لا, 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 لا في سفر وفي روحه وفي نفسيات تختلف وكاس عالم واسيا في الاخير. لا مع احترامي للشيبان. وش الشيبان؟ لا 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 لا, 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 وجهة نظري. لا انا اقول لك انا الهلال اليوم جهد بدني كجهد بدني الهلال والاتحاد ما بينهم الا ثلاث مباريات. ما بينهم الا ثلاث مباريات، هذا لاعب 26 وهذا لاعب 23. الهلال تسعة من المنتخب وستة اصيبوا وجو شارك كاس العالم الاتحاد واسيا. الاتحاد الشنقيطي الاتحاد مرتين الهلال الهلال عبد الله مرتين ترى شوف ترى مي بطاولة مشجعين. انا اتكلم منطق. لا الشيباني معه في امور، ولكن الهلال مرهق، مرهق نفسيا وفنيا وجسديا. ولعيب مدرب الهلال امس وش قال؟ مدرب كبير قال يا جماعه اللعيب يعني استنزف مع حق مع شب اي فما يقارن الهلال باي نادي بالنسبه للارهاق. ولا هو بعذر اللاعب المحترف يعطي دائما. طيب الان الان الهلال مع الفتح والهلال مع التعاون وش تفسيرها؟ وش تفسيرها الهلال ظهوره مع الفتح بذاك المظهر وظهوره مع التعاون بهذا المظهر؟ وش تفسيرها؟ تفسيرها عناصر متكاملة لعبت مع بعض بطريقة مدرب لاعب معين أضاف اللي هو سلمان الفرج. لا لا في سلمان الفرج مشكلة أضاف. تسطيح مشكلة الهلال في أنه سلمان الفرج غايب أو سالم لا لا لا, 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 لا ما يسطح لا ما يسطح. أحمد لا تمرر أنت ما مرر. لا لا وش تسطيح؟ تقول الهلال مرهق تقارنه بالاتحاد يا أخي. الاتحاد مقارنة ظالمة. الشنقيط الاتحاد تعور عنده الشنقيطي، تعور عنده شرحيلي، تعور عنده حجازي، وتعور عنده كورنادو، وتعور عنده حمد الله، وتعور عنده البيشي، كلهم تعوروا. لا 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 فما ما هي. طيب كمل ابو عبد العزيز خليك. ما نحترم رايه بس لا مقارنه ظالمه. انا اقول ابو تركي يمثل الناس اللي يقول لك لا هو مرهق. إيه انا اشوف انه الهلال ضحيه امزجه لعيبته. ضحيه امزجه لعيبته اللي لازم الاداره تكون عندها موقف مع هذا الشيء. لازم الإدارة مدحناها كثير وتستحق، ودائما أنا أمثل أقول الإدارة الناجحة متمثلة في فهد بن نافل وفهد مفرج وأدار الهلال وحققوا له إنجازات يصعب على أي إدارة تحقيقها. لازم أن تكون عندها خطوات لعلاج أمزجة وأهواء اللاعبين. لازم وهي أعرف بلعيبتها منها. هذه وجهة نظري بالنسبة فيما يحدث الهلال.